يقول البعض يقولون ينبغي عليك إذا انتقدت شخصا ما أن تذكر حسناته وسيئاته حتى تكون منصفا، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل أنت تعرف حسناته؟ ما يعرفها إلا الله عز وجل، حسنات ما يعلمها إلا الله عز وجل، ولا تدري هل هذه حسنات مقبولة عند الله أو غير مقبولة. الواجب عليك تبيين الخطأ فقط، ما أخطأ فيه، أما حسناته هي عند الله ما ندري. إحنا ما نزكي على الله أحدا ونقول هذا له حسنات، مش يدرينا أن هذه حسنة، فالله أعلم، تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، فلا نزكي على الله أحدا، لكن نبين الخطأ، ما هو علشان تنقص الشخص أو النيل منه، وإنما القصد بيان الحق لئلا يغتر الناس بهذا الشيء ويأخذونه عنه. وهذا من النصيحة له هو، لئلا يتحمل آثام الناس، يتحمل آثام الناس، فنحن نريد النصيحة له في أن يتوب ويترك هذا القول أو هذا الفعل. نعم، إذا حذرنا منه بينا خطأه. نعم.